بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب في الحضور، ما في شك أن اللحظة هذه من شهر 7 ننتظر لحظة تصفيات مؤهلة لمباريات البرازيل في الاستعدادات، سواء كانت البطولة اللي كانت في كوريا بطولة أنشون وبعدها البطولة الخليجية، إضافة إلى معسكر دبي. أعتقد مؤشرات جد إيجابية من خلال معسكر دبي. صحيح يمكن اللي كان ينقصنا يمكن لاعبين النهضة والسيف لارتباطهم بالمشاركة الخارجية. التصنيف الأول في المجموعة ويعد المجموعة، لكن تكلم اليوم أنت بلد مستضيف وفريق تلعب على أرضك وبين جمهورك، أعتقد أن هذا دافع للاعبين. يمكن الشيء الإيجابي واللي لاحظه من خلال اللاعبين مدى تطور اللاعبين في الفترة الأخيرة، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لي أنا.